يقول لقد سمعت أن النقاب ليس بالحجاب الإسلامي الصحيح لأنه يظهر العينين، وعلى اعتبار أنه يفتت ذنوبهما. هذا كما قيل. ولقد سمعت بعض الزميلات يقول إنهم ضيقوا على المرأة جدا في هذا الكلام. فالإسلام يسر وليس عسر، لأن النقاب يغطي جميع الوجه ما عدا العينين للرؤية بهما مثلا. وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح لتسألكم عن النقاب والحجاب، جزاكم الله خيرا. النقاب جائز، وهو أن تلبس ما يستر وجهها إلا ظهور العينين فقط، هذا هو النقاب أو البرقع. ولكن النساء يلبسن ما جرت عادتهن بلبسه، فإذا كان من عادتها أن تلبس النقاب أو تلبس البرقع الذي لا يظهر منه إلا العينان فقط فلا بأس بذلك. وإن كان من عادتها أنها تغطي وجهها بالحجاب وبالخمار فلتستمر على هذا، لأنه أكمل من لبس البرقع ومن لبس النقاب. تغطية جميع الوجه أكمل في الحجاب، ولبس النقاب والبرقع جائز، خصوصا إذا كان هذا من عادة النساء كنساء البادية مثلا. وأما أن يظهر شيء من وجهها مع العينين هذا لا يجوز، أو يتخذ لبس النقاب موضة أو البرقع يتخذ موضة للفتنة كما يفعل بعض النساء الآن في الأسواق تخذنه للفتنة، فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا.